السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بنوريكم طريقة استعمال حبوب إلان للتخلص من ألم المفاصل وهشاشة العظام وفقر الدم، وأيضا لعلاج نقص فيتامين دي. قبل ما نتكلم لكم على الوصفة لليوم، كنتمنى من الناس اللي كزوروا قناتي وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على زر الأحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبه للمكون اللي غادي نحتاجه، وهو حبوب إلان او الدخن، هذا هو الشكل ديالو اخواتي اخواني كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لطريقه تحضير هذه الوصفه، هذه غادي تاخذي اختي إلان، غادي تنقي مزيان من الشوائب، ما غاديش تحمصي هكذا على شكل حبوب حيت غادي يبدا يطرطق بحال شكل الذره. غادي تاخذي اختي كميه معينه من هذه الحبوب ديال إلان، غادي تنقي مزيان وتطحني في المطحنه الكهربائيه حتى توصلي الى دقيق إلان. من بعد غادي اختي تفرشي هذا الدقيق ديال إلان في صينيه الفرن وتحمصي واحد شويه في الصينيه ديال الفرن، وتحتفظي اختي بهذا الدقيق ديال إلان محمص في واحد العلبه تكون محكمه الاغلاق ديال الزجاج، وتبقاي تاخذي منه بشكل يومي. ممكن اختي تناولي منه يا اما مع الحليب ولا مع العصائر، ولا تحضري منه شوربه غادي تبقاي اختي تفطري بيه، ولا تناولي مع وجبه العشاء ماشي مشكل. ولا غادي تخلطي اختي هذا الدقيق ديال الإلان مع الدقيق الابيض ولا الدقيق ديال القمح، وتحضري منه المخبوزات ديالك. ولا بغيتوا تستافدوا بزاف اخواتي، غادي تطحني اختي هذا الحبوب ديال الإلان مزيان، غادي تحمصي الدقيق ديال الإلان واحد شويه في صينيه الفرن، وغادي تخلطي هذا الدقيق ديال الإلان المحمص مع المكسرات بحال اللوز والكاوكاو حتى الزنجلان واي نوع من المكسرات متوفر عندك ممكن تضيفيه. وملي تكوني اختي متبعه هذه الوصفه، هذه غادي تبعدي على تناول الشاي الا بغيتي تستافدي اكثر من الفوائد ديال الإلان، وهو مفيد بزاف للمراه المرضع. يزيد لها من الحليب ديالها، والناس اللي عندهم امراض مزمنه ولا حساسيه، ولا المراه الحامل، ولا الناس اللي متبعين شي علاج طبي ممكن لهم يستعملوا هذا المكون او اي عشبه حتى يستشروا مع الطبيب ديالهم. وخاصنا اخواتي ديما تناولوا غير القياس، ما نكثروش من اي عشبه ولا شي مكون كما كان. وغادي نستافدوا باذن الله من هذا المكون، نحاولوا ندخلوه في النظام الغذائي ديالنا. هاد الحبوب ديال الإلان اختي غادي تنقيها مزيان من الشوائب، غادي تطحنيها في المطحنه الكهربائيه، ولكم الاختيار. ممكن اختي تحمصي هذا الدقيق ديال الإلان، والا ما بغيتوش تحمصوه ماشي مشكل، غادي تناولوا اخواتي بالطريقه اللي حبيتو، غادي تستافدوا منه باذن الله. وممكن اختي غادي تحضري من هذا الحبوب ديال الإلان سفوف، بعد ما غادي تطحني الدقيق ديال هذا الإلان هذا محمص، غادي تخلطيه مع السنجلان حتى هو يكون محمص ومطحون مع الدقيق ديال الشعير. ولا غادي تحضري من هذا الدقيق ديال حبوب الإلان شوربه بدون تحميص. هذا المكون هذا ديال حبوب الإلان مفيد بزاف للناس اللي كيعانيو من هشاشة العظام وألم المفاصل وفقر الدم، وحتى الناس اللي كيعانيو من نقص فيتامين دي. كنتمنى اخواتي تجربوا هذا المكون هذا ديال حبوب الإلان باش تخلصوا من كاع هاد المشاكل هذه. وكنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما اشتركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.